السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحشوه من اروع ما يكون، ولكن البنات قبل، البنات اللي كيطلع لهم الفيديو قصير ما عليكم الا تضغطوا على علامه بلاي اللي غادي تلقاوها تحت الصوره ديالي، وبهكا غادي يطلع لكم الفيديو كامل بالتفصيل. ونبداو على بركه الله. اول حاجه كناخذ كاسرونه كنوضع فيها الماء ورق موسى فص منثومه، وكنوضع فيها قطعه ديال صدر ديال الدجاج مع شويه الملحه وشويه ديال السودانيه، وكنخليه كيطيب. طبيعة الحال من بعد كيطيب راه كنزولو من الماء. كذلك كناخذ واحد القطعه ديال السمك الابيض كنوضعها في المقله، كنضيف ليها شويه ديال الملحه، شويه ديال سكينجبير، فلفله حمراء او تحميره، الزعتر يابس، سودانيه، قليل من زيت الزيتون، وكنخليها كتشحر. بعد ما كتشحر كنقطعها الى قطع وكنخليها تشحر مزيان باش كيدخلها الطياب. من بعد كناخد العشوار كنوضع فيه القطع ديال السمك، صدر ديال الدجاج، جوج ديال الكروات ديال فيغميسال ديال او الشعريه ديال الروز اللي سلقتهم في الماء والملحه، كندير لهم غير الماء طايب ما كنسلقهمش، وكنضيف التوابل، كنضيف شويه الملحه، سكينجبير، تحميره، فلفل اسود او الابزار، سودانية، وكنضيف حامضة محكوكة. كنطحن جميع المكونات 3-4 المرات فقط حتى كنحصل على هذا القوام اللي غتشوفوه معايا. كما كتشوفوا حشوة اللي هي ناشفة. من بعد كناخد الكورجيت او القرعة كنطحنها في العشوة غير شوية ماشي بزاف باش ما تطلقش ليا الماء. كنحصلوا على هاد الخليط هذا كما كتشوفوا او هاد الشكل. كناخذ المقله اللي طيبت فيها الحوت كنوضع فيها القرعه، كنضيف لها شويه ديال زيت الزيتون، وما كتحتاج لا التوابل لا والو البنات، ما كنضيف لها لا ملح لا حتى شي حاجه، كنخليها حتى كتشحر مزيان. كنضيفها على الحوت اللي وضعت معاها قطعه او لا قزبر ومعدنوس مقطع رقيق، وهذه الحشوه ديالنا. كنضيف لها شويه ديال زيت الزيتون اللي نسمتو بالاعشاب وبالزعتر والسودانية والتحميرة، كنضيف القليل وكنخلطوا الحشوة ديالنا، وهي واجدة. نعمرو بها لينام، نعمرو بها البريوات، نعمرو بها بساط صغيورين، ممكن نضيفوا لها الفرماج او الجبن، وبالصحة والراحة والى